السلام عليكم واش مبروكه معكم بلا غبالو في برنامج رمضان طنجة نيوز. اليوم ما خرجوش من شوارع مدينه طنجه، جينا المعاتيل باش نسولوا الطلبه سؤال هذه الحلقه هذه كم من مره ذكر ليله القدر في القران. وكنشكر الشكر الخاص للمعاتيل اللي دعانا بهذه المصاحف هذو، وخلينا نشوفوا الاجوبه ديال الطلبه. السلام عليكم واش مبروكه؟ عليكم عليك بالفيك. مزيان بخير شو هذاك؟ الحمد لله. غنسولك واحد السؤال ديني، إذا جاوبتي تربح معنا هذه الجائزة إن شاء الله. يا. مرحبا إن شاء الله. يا. السؤال كم من مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن؟ واحد مرة. لا. فكر. كم مرة؟ كنا إن أنزلنا ليلة القدر. وما أدراك ما القدر. يجوز؟ ثلاثة. ثلاثة وقيلة سورة القدر فيها ثلاثة مرات دركات. ليلة القدر خير من ألف شهر، سنزل الملائكة فيها. لا، السؤال هو كم من مرة ذكرت ليلة القدر، ليلة القدر في القرآن؟ يعني كاين شي صورة فيها ليلة القدر وصورة أخرى فيها ليلة القدر، شي صورة أخرى فيها. عارف ثلاثة صراحة، عارف ثلاثة اللي كاينين في الصورة. سؤال اللي ما جاي ان شاء الله نتلاقاو فيك. السلام عليكم واش مبروك؟ السلام علينا وعليك، ربي يخليك لله خاطرك. نسولك واحد السؤال، اذا جاوبتي تربح معنا هذه الجائزه ان شاء الله. مرحبا. كم من مره ذكرت ليله القدر في القران؟ صراحه انا ما كنعرفش كم مره ذكرت، ولكن كنعرف ان ليله القدر هي خير من ألف شهر، يعني الله عظمها بزاف ونزل فيها القران، وكانت ليله خيره عند الله وعند الرسول جميعا، يعني كل شيء كيتحدث عليها. يعني ليله القدر كل شيء كيعرفها انها احسن ليله، يعني الدعاء فيها اصلا كيكون مستجب عند الله سبحانه وتعالى بزاف. يعني ولكن السؤال ديالي ما جاوبتيش عليه. صراحه ما عرفتش شحال ذكرت، كنظن انها ذكرت في الايه ديالها وصافي، جوج المرات ولا ثلاثة بحال هكا. في ذكرت مثلا؟ ذكرت في ليلة القدر خير من ألف شهر. صافي هادشي اللي عارفة. كاين صور آخرين تما فيهم ليلة القدر؟ لا صراحة ما عارفاش. الله يحفظك. عندي واحد السؤال ديالي. مرحبا. جاوبتي تربح معنا هاد الجائزة. مرحبا مرحبا. كم من مرة ذكرت ليلة القدر في القرآن؟ ليلة القدر في القرآن كنظن وقيلا أربعة مرات، وقيلا أربعة ولا خمسة. نمشي لك. صحيح قلت على الله. ماشي كان ظن وقيله اربعه ولا خمسه مرات صراحه. ايوا لو جاوب خطا. السلام عليكم. السلام. غنسولك واحد السؤال ديني، اذا جاوبتي تربح معنا الجائزه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كم من مره ذكر ليله القدر في القران؟ ليله القدر في القران كنظن شي ثلاثه مرات. شحال؟ شي ثلاثه مرات. اكد. على حسب الذاكره. داكشي اللي كنظن. بسم الله اخي. جواب صحيح. جواب صحيح. سهل اخي. سلامة. الله يحفظك.